رامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأكارم في برنامج رمضان والناس. سنتحدث اليوم وفي عدد اليوم وفي حلقة اليوم بإذن الله تعالى عن الميراث. تابعوا هذا الفيلم القصير ثم نعود بكم. مساء الخير يا بناتي. مساء الخير بابا. وش من الخير اللي جابكم؟ يا بابا جينا انا وريضه راجلي، قلنا نروح نشوفوا بابا مع اللي كان مريض شويه. جينا نشوفوا واش راه كاسكوريات، هذه مده ما شفناكش. هذا وين جي بعد 4 شهور ما شفتونيش؟ يا بابا دراري الدار الخدمه وراه الوقت، والله ما كاين الوقت يا بابا. وانت يا بنتي؟ انا يا بابا شفت واحد المنام نط ميته بالخلعه، صباح غير حليت عينيا رفت حوايجي وجيت نجري باش نشوفك. شهرين باش جيت تشوفيني تيتانيك، هذه 4 شهور وانتي شهرين. ظروف يا بابا. قولوا لي واش حبيتوا؟ يا بابا مالك تهضر، انا نقولها لك. عندنا مشروع صغير نديرو فيه انا ورضا، نحلو كركوطي صغير. قلنا سحقينا 300 ولا 400 مليون، قلت بابا العزيز راح يعاوني باش ندير هذا المشروع. واش قلت فيها بابا؟ هي تسمى 4 شهور حسبت لي كل شهر 100 مليون ها؟ وانت يا بنتي؟ لا لا يا بابا ماشي كيف كيف، انا المنام هو اللي جابني نجري. بصح دوكا كي سقسيتني بابا هاك شتا ديك الطبطوبه اللي عندي، حبك الناس يضلوا يعايروا فيا حباباتي، باباك مرفع وانت عندك هاد الكرواشه هادي. انا قلت بابا بعتها جابت لي غير 60 مليون، وكان تزيد لي غير 200 مليون نجيب وحدها مليحه. صافي تفهمتي انت وخوتي واختك، هذه 400 مليون وانت 200 مليون شهرين كيف كيف. مرتي عزيزتي نقولهم ولا لا؟ لا اسمعوا يا بناتي، اما لا نقولكم ولا جيتوا على لوط على جل دراهم ملي ما تتيماكم انا بعد كلش لوطير طوموبيلات ولي صدقتو صدقتو 400 مليون ياكي تحوسي عليهم روحي شوفي بوبو تاعك اما لا. فهمتي بابا؟ بعد كلش بعد كلش ما بقى والو ما بقى والو 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 غير مسحي فمك. مريم ما كاين والو. صح رضا راح البروجي. وانتيا وانتيا 200 مليون تاعك اللي باش تشري طوموبيل شفتي من منين نمتيه؟ عاودي ولي ليه تصيب بها 15 يوم والله في الدوره هذيك. عدنا بكم إخواننا الجزائريين حول موضوع الحلقة، هو موضوع الميراث. ذكر الله عز وجل وقسم الميراث في سورة النساء، كل نصيبه سواء الأبناء أو البنات أو الجد أو الأعمام، يعني كل وأعطى له حقه الله عز وجل في الميراث. في المجتمع الجزائري كي نلقاو المجتمع الجزائري إخواننا الجزائريين أنه في تضارب حتى الآن، ولا الإنسان كيخلي ورث مراه يتقاتلوا عليه، يعني في قتل وإزهاق للأنفس من أجل بضعة أموال فقط، يعني بضع من دنانير سبحان الله لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني ولا تسمن ولا تغني من جوع. صلى الله عز وجل العفو والعافية يردكم ويردنا إلى جدة الصواب.
الميراث إخواننا الجزائريين. الميراث ما هو؟ الميراث هو أن الله عز وجل جعل كل حقه إذا توفى الإنسان وخلى ورث مراه ما شاء الله، يعني نقود أو عقار أو شيء من ذاك القبيل، أنه كل الأموال يجمعوها ويقيمها ماديا، وهذه الأموال تقسم على حسب الشرع وما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. نشوفوا كل القضايا اللي تتعلق بالميراث في المجتمع الجزائري، يعني يقسموا الميراث على حسب ميولهم ورغباتهم، لا للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر الله عز وجل، ولا للأم السدس، ولا للزوجة الثمن أو الربع، يعني يقسمون الميراث كما يريدون على حسب ميولهم ورغباتهم. فهذا لا يليق بديننا أخواننا المسلمين، وحتى الله عز وجل لا يرضى بهذا التقسيم، لأن الله عز وجل جعل حدود لكل شيء، والحد تاع الميراث أنه كل نعطيه أو نعطيه على حسب المقدار الذي أعطاه الله عز وجل. عندما نقول مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الرجل أو الطفل أو الولد يرث حقين للبنتين مثلا، وفي الواقع الجزائري مثلا يقول كل كيف كيف، يعني يدو قاع نفس النسبة أو نفس النصاب، الذكر يدي مثل الأنثى والأم تدي مثل الإبن، وهنا وكأنما الإنسان تجاوز حدود الله. يا جماعة، ومن يتعدى حدود الله، يا جماعة حدود الله صعبة جدا، لابد أن تتخذوا القرارات وأن توضحوا الأمور. إذا كان في ميراث عودوا إلى إمام المسجد القريب منكم أو أحد الفقهاء في مجال الميراث أو العلماء المتخصصين في مجال الميراث واسألوهم، قال يا شيخ أنه ترك الله الوالد لنا نصيب من المال وتوفي عليها رحمة الله تعالى وترك لنا كذا وكذا وكذا، ضع لنا المسألة الخاصة بتقسيم الميراث وكل يأخذ حقه ومستحقه من هذا الميراث. ولكن بأن تزهق الأرواح وتصير العائلات في تضارب وفي الأموال من بين الأشياء الأساسية التي تغير العلاقة بين الناس الآن في الواقع الجزائري والواقع كل المجتمعات العربية تعيش بهذه الكيفية. المال أصبح الجانب المادي، تخلينا عن مبادئ الروحانية، عن المعنويات، عن الأخلاق، عن الدين، كي تخلينا على هذه الأشياء أصبحنا نلتمس الأشياء المادية. في أحد المرات النبي صلى الله عليه وسلم، نروي لكم قصة بسيطة حول الميراث، فأخطأ أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تقسيم الميراث لأحد ماذا؟ يعني الأنصبة لأحد العائلة توفي أباهم عليه رحمة الله، فقسم النصاب فأخطأ في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت ردة فعله على هذا الصحابي يعني عبس النبي صلى الله عليه وسلم وجهه واحمر، لأنه غضب من هذا الصحابي الذي لم يعطي كل نصيب نصيبه، وقال له أعد المسألة، وأعادها الصحابي رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه من غضب. وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بأن الله عز وجل سوف يغضب، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله يا جماعة الخير جهنم ويل والعياذ بالله، لأنه الميراث حاولوا أن تقسموا هذا الميراث، هذا المال الحلال الذي تركه الميت، حتى الميت إذا قسم هذا الميراث على كل نصيبه يعني يرتاح يا جماعة والله العظيم. فاتقوا الله عز وجل في أموال الناس، فاتقوا الله عز وجل في أموال هؤلاء الذين تركوا الدنيا سبحان الله وغادرونا، على أقل تقدير اتركوهم يرتاحون يا جماعة، اتركوهم يرتاحون. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الدين ردا جميلا. هذه المسائل، مسائل الميراث، انتشرت في المجتمع الجزائري خاصة في المناطق اللي فيها العشائر، وكما احنا نقولوا الذين ينتمون إلى العشائر والدواوير وكذا، فتنتشر في هذه القبلية، ما زالت أذهانهم وعقليتهم خشينة شوية، يقسموا الميراث على حسب العادات والتقاليد. ولكن الله عز وجل جعل الحدود والأنصبة موجودة في القرآن الكريم، فلماذا الإنسان فقط في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالميراث التي اجتهد فيها علماؤنا علماء الميراث وحددوا لهم الأنصبة، كمسألة عمر رضي الله عنه وأرضاه، مسألة الجد والجدة، نسأل الله عز وجل أن يقدرنا لأن نضع لكم بعض النصائح التي تفيدكم في دينكم ودنياكم. صلى الله عز وجل أن تتقبلونا بصدور الرحبة. وهذا الموضوع تناولناه، تناولنا الميراث
في رمضان في شهر رمضان، لأنه الفرصة لم تتح لنا لأن نشرح لكم هذه النصائح في بقية الأيام أو على طيلة العام. صلى الله عز وجل أن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وطبتم مطاب ممشاكم وتبؤتم من الجنة مقعدا. حصتنا رمضان والناس، يعني نستقي لكم موضوع من الدين ونربطه بالواقع، وهذا واقعنا نعيش فيه، لابد أن نسرد فيه كل ما يتعلق بنا وبعقليتنا، العقلية الجزائرية وبعاداتنا وتقاليدنا وكل الأشياء اللي تخصنا، ونحاول نعالجها إن شاء الله، وربي يسرنا ويحفظ هذا البلد ويحفظكم أنتم مثلا، يحفظ أبانا وأمهاتنا وإخواننا وكل من يحمل في عروقه دم جزائري. طبتم وطاب ممشاكم وتبوتم من الجنة مقعدا. تابعونا على صفحة الفيسبوك رمضان والناس، والهدايا التي أحضرناها لكم بإذن الله تعالى ستنال إعجابكم وعمرات، يعني ما شاء الله تبارك الله، حاولوا أن تسددوا وتقاربوا لأن تكونوا من الناجحين. صلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولنا ولكم في القرآن العظيم. اللهم صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، إنك أنت الجواد الكريم، وصح فطركم وما تنسوناش من دعائكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.